السلام عليكم. بحلقة اليوم مثل ما شايفين في عندي ضيفة، هي دجاجة. بدي أعلمكم كيف تقطعوها باحتراف. في كتير ممكن يتسألوا ليش تقطع دجاجة طالما أنه فيني اشتريها مقطعة خالصة من السوبر ماركت. السبب هو أنه الدجاجة الكاملة أولا سعرها أرخص، ثانيا بتجي مع الظهر اللي ممكن تضيفوا له خضار وتعملوا عليه شوربة لكل العائلة. الظهر عادة ما بتحصل عليه لما تشتروا الدجاج مقطع، وبتكسبوا كمان القلوب أو الأوانس اللي بتكون موضوعة في ظرف خاص داخل الدجاجة. إذا كيف أقطع الدجاجة؟ أول شيء بحزز منطقة الفخذ بالشكل هذا، بشكل شوف شو عم بيصير جوا. بعدين بخلع العظم، شايفين العظم اللي هون؟ هلا صار فيني قص بكل سهولة. بكرر نفس العملية للفخذ الثاني بكل سهولة، أو الكل بحزز. بخلع العظم، شايفين العظم كيف بظهره؟ بتصير العملية سهلة. بدنا ننتبه دايما لإيدينا لما نشتغل مع السكاكين، دايما ننتبه للأيادي. إذا هلأ بعد ما قصيت الأفخاذ بدي أقص كل فخذ بالنص بشكل أحصل على عصا الطبل مثل ما بيسموها اللي بتتقدم دايما بالمطاعم. بلحق دايما خط الشحم، في خط شحم بيكون بالفخذ، بلحقه محل ما بتقصه. محل خط الشحم هو مكان المفصل، بصير قصه سهل جدا مثل ما شايفين. هيدي درام ستيك بسموها، بعمل نفس الشيء للفخذ الثاني. هيدا هو خط الشحم، شايفينه مرسوم. مثل ما شايفين اذا بعد ما قصيت الافخاذ بدي قص الاجنحة. برفع الدجاج بهالشكل، بتحسس المفصل بايدي او باصبعي وبقص بهالشكل، بخلي الدجاج تتدلى، وزنها بصير يلعب دور. بحاول دايما قص من ناحية اللحم الطري، لما بحس في عظمة بحاول العب حواليها بشكل اخلعها، بستعين بايدي. لازم تستعينوا لما تقطعوا الدجاج، تستعينوا بايدكم بقوتكم وبالسكين بنفس الوقت. بمجرد ما تفصلوا العظمة بصير
كتير التقطيع سهل. إذن بعد ما فصلت الأفخاذ والأجنحة بدي أفصل الصدر عن الظهر. شايفين خط الشحم اللي هون؟ دايما هذا هو اللي بيطبعه. خطوط الشحم بالدجاجة هن بمثابة الخريطة اللي بتتبعوها لما بدكم تقطعوها. هون بدكم تستعينوا شوي بقوتكم. هيدا الظهر هو اللي بعمل عليه شوربة، بحطه بطنجرة، بحط ضيف له خضار والبهارات اللي بتحبوها بتعملوا عليه شوربة. إذا ضل عندي الصدر بدي قصه نصفين. الطريقة لتسهيل قص الصدور هو انه في عظمة هون تكسروها، بمجرد ما تكسروها شايفين بتصير بصير القص ولا اسهل. ننتبه دايما لايدينا. اذا بعد ما قصيت الصدر هلا عندي صدرين كاملين. فيني اتركهم مثل ما هن او بقطع كل واحد نصفين. انا بحبذ تقطيعهم لنصفين، هالشي بيسرع الاستوى خلال القلي او الطهي، وبنفس الوقت لما بنقدم الدجاج على المائدة تتوزع الأقسام بشكل متساوي لعدد أكبر من الأشخاص. ما شايفين حصص كتير جميلة على المائدة. إذا هيك صار عندي دجاجة مقطعة خالصة، ما بدها إلا قلي أو سلق أو شوي. مثل ما شايفين هيدي أفضل طريقة لتقطيع الدجاج. الحصص كتير أنيقة لما بتتقدم على المائدة، وبتمنى تتبعوا هالطريقة. بتمنى هالشريط يكون علمكم شي مفيد. إذا حابين تشوفوا المزيد ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا السبسكرايب. إلى اللقاء.